الاتحاد الأوروبي يعبر عن امتنانه للمغرب لدوره الفعال في إيجاد حل للنزاع الليبي. أمزازي صورة تكديس التلاميذ داخل القسم مفبركة. بؤر وبائية تعزل مدينة أخرى. خبر عاجل، ترامب يعلن عن مفاجأة تخص لقاح فيروس كورونا. عمل خيري لصالح بيروت يجمع الفنان حاتم عمور بسعد المجرد بعد الصلح. الاتحاد الأوروبي يعبر عن امتنانه للمغرب لدوره الفعال في إيجاد حل للنزاع الليبي. أكد بيتر ستانو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء ببروكسل أن الاتحاد الأوروبي ممتن للمغرب لدوره النشيط والفعال في إيجاد حل للنزاع الليبي. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد في رده على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء: نحن ممتنون للمغرب لدوره النشيط والفعال من الطرفين في دعم ومساندة العملية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة. وأضاف بيتر ستانو أن الاتحاد الأوروبي يرحب بأية مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل النزاع الليبي من خلال عملية سياسية. وأضاف السيد ستانو في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية مستقرة ومزدهرة. وقد استضاف المغرب الأحد الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان توبروك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. يذكر أنه بفضل جهود المملكة تم التوصل إلى اتفاق لتسوية سياسية في الصخيرات تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في 17 من دجنبر 2015، مكن من تشكيل حكومة وحدة وطنية، حكومة الوفاق الوطنية ومقرها طرابلس بقيادة فايز السراج. ومنذ هذه الخطوة التاريخية لم تتوانى المملكة التي تدرك أن استقرار ليبيا مهم لأمن المنطقة بأسرها في مضاعفة المبادرات بهدف وضع حد للأزمة الليبية من خلال العمل بشكل خاص على التقريب في المواقف بين مختلف الأطراف. وفي إشادة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بجهود المغرب التي تروم الدفع بالحوار السياسي بين الأطراف الليبية وتحقيق حل سلمي دائم لهذا الصراع. أمزازي صورة تكديس التلاميذ داخل القسم مفبركة. بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها صورة التلاميذ المكدسين بإحدى الأقسام خلال انطلاق الموسم الدراسي 2020 و2021 في غياب تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد-19، خرج وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي ليقر أن الصورة تم فبركتها بطريقة من الطرق. وأوضح أمزازي في تصريح مع قناة ميديا أن تيفي أنه من المؤسف أن نفبرك صورة كهذه قبل أن يستطرد قائلا: من العار أن يتم تكديس تلاميذ وتجميع الطاولات دون احترام التباعد وعن عمد لنظهر أن الدخول المدرسي لا يتم وفق التدابير المعمول بها. وأضاف المسؤول الحكومي أن مثل هذه الصور تبخس المجهودات التي تقوم بها الوزارة والأساتذة والأطر التربوية على مستوى جميع مديريات التعليم وتضربها عرض الحائط، مؤكدا أن الصورة المتداولة لا تعكس بالمطلق الواقع الذي صهرنا ولا نزال لإنجاح الموسم الدراسي. وتوعد أمزازي بمعاقبة ملتقط الصورة والأشخاص المسؤولين عن تكدس هؤلاء التلاميذ بتلك الطريقة داخل حجرة دراسية دون أي احترام والتزام بالتدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي المفعل على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التأكد من صحة هذه الصورة وتحديد مكان تصويرها إذا ثبتت صحتها. بؤر وبائية تعزل مدينة أخرى.
ما زالت تطورات الوضعية الوبائية في المغرب والتي تعرف ارتفاعا في عدد الحالات المؤكدة بالإصابة وعدد الوفيات ما زالت تفرض إجراءات صارمة، بعضها عزل مدن بأكملها على محيطها الخارجي وآخرها مدينة الداخلة. فابتداء من يوم الثلاثاء الثامن من شتنبر الجاري وحتى إشعار آخر، تم تعليق الرحلات من وإلى هذه المدينة، وذلك وفق مراسلة وجهها المدير الإقليمي لوزارة التجهيز بالداخلة لشركات حافلات النقل البري. القرار المذكور جاء ضمن حزمة من القرارات التي اتخذت بعد اجتماع مستعجل عقد مساء الأحد المنصرم بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الدهب، وحضره كبار المسؤولين المحليين عن القطاع المتدخلة وترأسه والي الجهة. القرارات المتخذة حسب مصادر متسابقة تفرض إغلاق المحلات التجارية وجميع الأنشطة التجارية على الساعة 9 مساء والحادية عشر ليلا بالنسبة للمطاعم، وكذا الحد من التنقل من وإلى المنطقة الصناعية ونشر عدد من السدود الأمنية والحواجز بأرجاء المدينة وشوارعها. خبر عاجل، ترامب يعلن عن مفاجأة تخص لقاح فيروس كورونا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة سارة تتعلق بفيروس كورونا الذي حصد الآلاف في الولايات المتحدة. فبعد أن أشار في تصريحات سابقة إلى احتمال أن يتوفر اللقاح في نوفمبر، أعلن عن موعد جديد قائلا إنه يمكن أن يكون جاهزا بحلول أكتوبر، وشدد على أن فريق العمل الذي يتولى مسألة الجائحة في إدارته قام بعمل مذهل وبسرعة لم يرها أحد من قبل، وتابع قائلا كان من الممكن أن يستغرق هذا عامين أو ثلاثة أعوام، وبدلا من ذلك سيتم إنجازه في فترة زمنية قصيرة جدا يمكن حتى الحصول عليه خلال شهر أكتوبر. إلى ذلك قال أن اللقاح يمكن أن يصبح متاحا قبل الانتخابات الرئاسية، وقد يكون لديكم مفاجأة كبيرة جدا قادمة. كما اعتبر أن اللقاح سيكون آمنا وفعالا للغاية، وسيكون الناس سعداء كما ستكون شعوب العالم سعيدة. عمل خيري لصالح بيروت يجمع الفنان حاتم عمور بسعد المجرد بعد الصلح. من المرتقب أن يحيي مجموعة من الفنانين المغاربة حفلا فنيا في زمن كورونا، وذلك لصالح إحدى الجمعيات الخيرية تحت شعار صوت بيروت. ويشارك في هذا العمل الخيري لأول مرة بعد إعلان صلحهما الفنان المغربي سعد المجرد والفنان حاتم عمور، وذلك عبر تطبيق أنغامي يوم الثلاثاء المقبل. وكشف المشرفون على تطبيق أنغامي أن ريع هذا الحفل الخيري سيعود لإحدى الجمعيات الخيرية بلبنان، وستعرف السارة الفنية مشاركة كل من النجم فرانش مونتانا والشاب خالد والمنتج العالمي رضوان ومساري ومحمد حماقي وغيرهم من نجوم العرب.